هذا النبي جلس دمه يغلي سنين بعد موته، ما وقف غليان دمه إلين حصلت مذبحة بشرية. قبل ما نبدأ لازم نعرف بأن زكريا عليه السلام ما كان ينجب طول حياته، لين بيوم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا الله بمولود، رزقها الله بولد نبي وسماه باسم ما سماه به أحد من قبل، وهذا المولود هو محور قصتنا اليوم. نبي الله يحيى ابن زكريا عليهم السلام. يحيى كان تقي وعابد من العباد، حكيم وفصيح وزاهد في الدنيا. كان يحيى عليه السلام يحبونه الملوك وحتى العامة يحترمونه جدا، وكان له مكانة في قلوب الناس. حتى جاء اليوم اللي انقلبت فيه الموازين، كان ملك من ملوك بني إسرائيل يحب وحدة من محارمه وكان يبغي يتزوجها والعياذ بالله. هذا الملك في قلبه تقوى فقال ما أقدر أتزوجها إلين أسأل يحيى هل هذا الفعل حرام أم حلال. فراح عند يحيى عليه السلام واستفتاه في الأمر، فنهاه عن هذا الأمر تماما وبين له خطر هذا الأمر. فهذا الملك عشان يحلل له الأمر حاول يغريب المكان العظيمة والأموال وشيء من الملك، بس كان يحيى تقي جدا ويخاف من الله خوف شديد، فرفض رفض تام ونهاه بشدة. بس موقف يحيى هذا وصل لهذه البنت اللي من محارم الملك اللي الملك يبغى يتزوجها، وهنا فكرت بفكرة شيطانية تماما واستغلت حب هذا الملك لها في هذا الطلب الشيطاني. فقالت له إذا أنت فعليا تحبني وفعليا تبغى تتزوجني فمهري هذه المرة رأس يحيى عليه السلام. فجلس يفكر في الموضوع فترة، بس حبه لهذا البنت غلب بزيادة على التقوى اللي في قلبه، اللي وقتها أعطى مجموعة من الجنود طشت وأمرهم أنهم يجيبون رأسه مهما كان الثمن. يحيى عليه السلام ما كان يعرف إيش كانوا يخططون له، فكان زي المعتاد يتعبد الله في محرابه. فتربصوا هذول الجنود إلين سجد لله سبحانه وتعالى، واللي وقتها هجموا عليه وضربوا رأسه، حطوا رأسه بهذا الطشت اللي امتلى بدماء عليه السلام وأهدي رأسه الشريف إلى هذه الباغية. بس هذا الطشت كان مليان من دماء يحيى عليه السلام اللي ما عرفوا وين يودونه، فاتفقوا على أنهم يكبونه في أي مكان وكذا خلاص بيغطون على الجريمة. أخذوا الطشت اللي مليان دماء وكبوه على الأرض، واللي وقتها مجرد ما لمس الأرض بدأ يغلي يفور زي الموية المغلية، وجلس على هذا الحال سنين إلين جاء ملك من ملوك بابل اللي حكم وقتها الأرض وسمع عن دم هذا النبي اللي يغلي من سنين، فألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه أن يقتل منهم عدد كبير، وهنا حصلت مذبحة بشرية فجلس يقتل فيهم إلين الدم وقف عن الغليان.